السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة لدينا الجديد اليوم، عندنا واحد الارموار الكتريك. هذا الارموار يعني حاليا دابا راني نخدم فيها شوية، وجدت شي حوايج دوز الضوء من هنا من واحد الارموار واحد اخرى واقفة لي، واحد السيكتور واحد اخر. دابا غنمشيو لديك الارموار الثانية ان شاء الله، شوية دازلنا ليها الضوء، ومن ثم نمشيو لواحد لاباري هيدروليك عفوا واحد الجهه واحده اخرى ان شاء الله. المهم هو وصل لي الضو لهنا، دابا هي شعلت الارموار راه كانت طافيه ما كانش واصل لها الضو، دابا حاليا راه مزيانه. ومن هاد الارموار كتخدم لنا السيرفيسور دو اللي هنا داخل لاباري، ومن هنا غنمشيو لواحد لاتولي واحد اخر باش هو يدز له الضو باش نخدمو واحد السيرفيسور دو واحد لاباري هيدروليك. يلا بسم الله. لا هنا خبرة، هذي كتسمى الخبرة الشيخ، طريقة العمل ديالك كدير تخدم باش دير موطور ويضا وطلع فوالا. هذا سيستيم هيدروليك شي واعر، مجهد واعرة. شوف هذا يمشي هذا ولا شي مجهد، هادو هي زوبيراسيون كاينين. سيدي واعرة هاديك دابا كطلع الفوق، هي هاديك هي كطلع الفوق. هذا الجيد دابا الرويضة ياه. يتقلب هادو هما لي توش ديال الجيد، هما دابا هادي اللي من هنا ديالاش، هادي اللي كتحل هادي وتولي تجمعها، وهادي ديال هادي، هادي ديال هادي كتقعدها تولي تهبطها باش كتكحز وتمشي، وهذا هادي كتكحز هادي لهي وتجيبها لهنا، هادي كيطلع هاديك ويهبطها. صافي مزيان. أربعة ديال لي توش اللهم يسر. هادي هادي كتطلع وتهبط تما، والهك والهك كتكحز عاود هاد الطبلة ديال التانية تكحزها لهي، ولا ما كفاتكش هادي كتزيد تعاون تهبط الطبلة.